اي حقيقه كمناصرين للمنتخب الوطني نشكروا السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون على هذه الخطوه والمتمثله في دعم العناصر الوطنيه ان شاء الله فيها خير. هي مبادره مليحه يعطيه الصحه الرئيس، واش نقول لك ان شاء الله نكون انا من الاولين اللي نروحوا 1 2 3 في فالجي. المبادره هذه اللي داروها دارها الرئيس ونقصونا باش المناصر باش يروح يشارك ويشوف حاجه مليحه. كاين اللي ما كانش عنده 14 مليون ولا 15 مليون بزاف، بصح كاين حاجه مليحه 7 ملايين يتساعدنا كامل. السيد الرئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون بارك الله فيه اللي عاوننا على التذكره تخلص سيكونس بورسو كيما نقولوا، رانا معاه نقول احنا بارك الله فيك. قرار جد ايجابي يعني لجميع مشجع المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنوا انه يعني يتحصلوا على نتائج ايجابيه ان شاء الله. تمنوا القرار اللي داروا السيد رئيس الجمهوريه بخصوص هذه المبادره، مبادره حسنه لانه المنتخب الوطني نبغوا نشجعوه نبغوا نحفزوه، ونتمنوا اننا بربي ان شاء الله نجيبوا الكوب دافريكا عام السنه ان شاء الله. هذه المبادره نتمنوها اللي قرها رئيس الجمهوريه التي تسمح بتنقل عدد كبير وهام لمناظرة الفريق الوطني، وتلقيناها بصدر رحب لمساندة الفريق الوطني.